حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. يا رب كلكم تكونوا كويسين وتكونوا في احسن حال. خلاص يا جماعه بقى، يعني بصوا، مشتريات البيبي الاخيره اللي هو خلاص، لان انا كنت عند الدكتور دلوقتي. فالمهم الدكتور بقى ايه اللي هو قرر ان انا هولد قبل العيد، فبيقول لي حلوه قوي ان انت تاخدي 10 ايام في حالتك من التاسع. فانا ان شاء الله هبدا التاسع يوم الثلاث، فانا يعني اقول الاسبوع ده الاسبوع الجاي، لا اللي بعده هولد، فانا هولد قبل العيد. فبجد يا جماعه انا خايفه قوي ومرعوبه. فطبعا يا جماعه كان في مشتريات كتيره قوي ناقصاني للبيبي، كان بقى اللي هو سايبه الحاجات دي للنهايات. فانا خلصت من عند الدكتور ورحت جبتها، فحبيت ان انا اصورها لكم. بصوا بقى يا جماعه، جايبه حاجات ايه، عسل كده وقمر، فعايزه اوريها لكم يا جماعه. بقى اول حاجه عايزه اوريها لكم الحاجه اللي كانت ناقصاني بقى، شنطه محترمه حلوه دي بقى، عشان لما تيجي تاخد شاور كده يبقى ايه، شاور حلو كده. دي ليفت اللي هي الاطفال، ليفت بيبي عادي، فانا حبيت ان اجيبها لها. جبت منها اتنين، جبت منها اتنين، واحده البنوتي وواحده الكارما كوكي بنت اختي. فانا جبت اتنين يا جماعه، جبت الاتنين شبه بعض، علشان دايما واحنا صغيرين كانت ماما لما تيجي تجيب اي حاجة، او بابا يعني ما كان حد فيهم يجي يجيب حاجة ليا او لنوسة، كان لازم يجيب احنا الاتنين نفس الشكل. فانا حبيت ان انا اجيب لهم هما الاتنين نفس الليفة نفس الشكل، فواحدة الكوكي وواحدة البنوتي. فانا نفسي اقول لكم الاسم، بس انتوا عايزين تكتبوا لي في الكومنتات ان انا اسيب الاسم اليوم العمليات، ليوم الولادة. فانا هسيب الاسم ليوم الولادة فعلا. فانا جبت الاتنين دول، وجبت كمان يا جماعة بامبرز. جبت ده جايباه مولفكس. فانا جبت دي تقضيها، انا مش عارفة دي هتقضيها ولا لأ، يعني ايه جايبة اكبر حاجة بصراحة. يعني هو فيها كام قطعة؟ فيها 60 واحدة، فانا مش عارفة هي هتقضيها ولا لأ. بس اختي عمالة تقولي ان الاطفال بتكبر، وان هي ان هما بيكبروا كده، وان هي هتغير المقاس اصلا على طول. فانا جبت لها النوع ده، علشان بقى يا جماعه النوع ده فيه فتحه السره، انا اكيد انتوا عارفين اكيد. يعني انا اقسم بالله انا طول ما انا بشتري الحاجه انا عماله اقول يا جماعه انا مش عايزه حاجات مقطعه، يا جماعه انا مش عايزه حاجات مقطعه، يا جماعه انا مش عايزه حاجات مقطعه. ففعلا والله العظيم انا يعني بحاول على قد ما اقدر ما اجيبش اي حاجه فيها مقطعه. المهم يا جماعه انا جبت النوع ده، فانتوا اكتبوا لي هو ده. يعني اختي بتقول لي حلو، يعني هي عشان مجربه وكده فهي بتقول لي ان هو حلو. فانا جبت النوع ده، وجبت بقى يا جماعه مناديل. جبت يا جماعه مناديل مبلله للاطفال، مش عارفه انتوا عارفين النوع ده ولا لا، بس انا معرفوش، يعني انا اول مره فانا معرفش. وجبت مناديل عاديه، يعني جبت ده وجبت دي. فانا جبت دي احتياطي، مع ان اصلا في ناس كتيره بتقعد تقول ان المناديل المبلله غلط للاطفال، بس انا بصراحه جبتها كاحتياطي، يعني احتياطي. وجبت يا جماعه مناديل عاديه، وجبت يا جماعه ده باندونينو. ده يا جماعه المفروض ان هو شاور، انا دورت على اللوشن بتاعه، فهم قاعدين يقولوا لي ان مفيش لوشن، فانا مش عارفه ده فعلا ولا لا. بس يعني لو في قولوا لي عشان ادور عليه تاني. هو انا سالت كذا حاجه فقال لي مفيش، فانا جبت ده الحجم الكبير. فانا جبته، وكان في نوع تاني، كان في جانسون وكان في سانوسان، فانا مش عارفه مدول حلوين ولا لا. بس اكتر الناس، انا اكتر الناس شايفاها بتشكر في ده، فانا جبت ده، جبت لها الحجم الكبير، بحيث ان هي ايه قلب مامي تاخد شاور براحتها. جماعه ريحته فظيعه، انا حاسه ان انا عايزه اخد شاور والله العظيم بيه. فدي الحاجات اللي انا ايه كانت ناقصاني. فانا بقى لسه ناقصني حاجه واحده بس، المفروض ان انا اجيب لها الحلق. فانا مش هم بيقولوا لي ان الحلق الذهب في اول شهر غلط، فمش عارفه ده صح ولا غلط. فاختي بتقول لي ان هو فيه الحلق الطبي هو اللي بينفعها، اللي هو لما بتتولد على طول يعني بيعملوا لها ودنها ويلبسوه لها، فبتقول لي الحلق الطبي هو الاحسن الفتره دي. بصراحه انا دخلت صيدليات كتير قوي ودورت ما لقيتش ولا شكل عاجبني. اشكالهم يا جماعه عارفين مش كيوت كده، اللي هو مش ما شفتش الحلق اللي يشدني، حاسه ان هو نقطه كده وفي لون، ما حبيتهمش خالص.
فانا لسه لحد دلوقتي بدور في الصيدليات على حلق يكون حلو، يعني عايزه حلق لبنوته يكون حلو، فلسه لحد دلوقتي ما لقيتش بصراحه. فدي يا جماعه الحاجه اللي انا جبتها اللي كانت ناقصاني، في اللي كانت ناقصاني ان شاء الله بقى لما اجي احضر شنطه الولاده هصور معاكم كل حاجه وانا بحضرها، وعايزاكم يا جماعه والنبي تكتبوا لي، يعني انا هحضر الشنطه خلاص وهنزل لكم الفيديو، فعايزاكم بجد تكتبوا لي لما اجي احضر الشنطه انا ناقصني ايه وتقولوا لي عشان اجيبه. وبس كده يا جماعه، وده دورك عبد الله. يا جماعه احنا اقسم بالله بص احنا مسخره، احنا خلصنا عند الدكتور، انا قلت له انا مش هجيب الحاجه الا لما انزل من عند الدكتور، لان انا بخاف بصراحه، بقيت بخاف، فانا قلت له مش هجيب اي حاجه خالص غير لما انزل من عند الدكتور. فلما نزلت من عند الدكتور عبد الله اللي احنا جبنا الحاجه، عبد الله كان بيلطم علشان طبعا الفلوس، وجاب لي دوره مش عارفه الدوره بقت في الشارع عادي كده، انا فاكره ان الدوره كنت بشوفها في راس البر بس، دمياط كلها غير انا دوره. فاكتبوا لي مين فيكم بيحب الدوره زيي. بس يا جماعه دي كانت مشتريات البيبي الاخيره، ودي كانت الحاجات اللي هي ناقصاني، اللي ناقصني بس دلوقتي حاليا هو الحلق الطبي. فانتوا اكتبوا لي اجيبه منين، لان الاشكال اللي انا بشوفها اشكال عاديه خالص مش منبهره بيها خالص، هو بتاع نقطه كده وفيه لون احمر لون اخضر لون ازرق، فما حبيتش مش حب الشكل، انا عايزه حاجه رقيقه كده وكيوت قوي، فلحد دلوقتي مش لاقياه، فهي دي الحاجه اللي لسالي. وطلبت لها يا جماعه بانيو، طالبه بانيو وطالبه اللي هو الكرسي عشان لما اجي اصور اجي اعمل اي حاجه تقعد عليه يهزها يعني وكده، فالحاجات دي ان شاء الله برضو لما تيجي هصورها لكم. بس بجد يا جماعه والنبي عاوزاكم تدعوا لي كتير قوي، ان بجد انا خايفه، انا بجد مرعوبه، يعني انا بشتري حاجه وكلام الدكتور يعني في دماغي اللي هو خلاص، يعني الدكتور خلاص محدد لي اللي هو انت هتاخدي 10 ايام، انا قعدت حسبتهم اكتشفت ان انا هولد يوم 13/6، 13/6 ده قبل عيد جوازي ب3 ايام، يعني انا عيد جوازي المفروض 16/6، انا بقى هولد 13/6 يبقى يوم خميس. فالدكتور شايف ان هو لا انت ولدي قبل العيد بقى، لان الضغط بتاعك وحالتك، يعني بيقول لي الحمد لله الحمد لله ان حالتك كويسه، ان انت تاخدي 10 ايام من التاسع، فالحمد لله الحمد لله بجد، يعني انا كنت فين وبقيت فين، فالحمد لله بجد الحمد لله. بس يا جماعه ادعوا لي كتير قوي لان انا خايفه قوي بجد ومرعوبه، وحاسه ان انا عايزه اعيط، عارفين انتوا حاسه اللي هو نهايه الحياه كده، يا يعني بشتري اقسم بالله يا جماعه الحاجه اللي هو فرحانه وكل حاجه، بس انا خايفه يعني انتوا فاهمين، وانا كمان بشتري البامبرز والحاجات دي، هو ايه ده، هو الكلام ده بجد ولا لا. وبس كده يا جماعه، فعايزاكم تدعوا لي كتير جدا في الكومنتات، وبس كده. وان شاء الله بقى لا مش عارفه بقى لما اولد هصور ازاي، فمش عارفه اكيد اختي اللي هتصور بقى مكاني، ان شاء الله هحاول اصور لكم كل حاجه. عايزاكم يا جماعه تدعوا لي كتير جدا في الكومنتات، وبس كده، عايزاكم تدعوا لها كمان ان هي تيجي بالسلامه وكده. بس كده يا جماعه الفيديو بتاعي خلص النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتدعوا لي كتير جدا.